فيه فائدة، لأن الناس سألوني عنها كثيرا ممتاز. فيما يخص النساء ويخص الشيطان. الله جل وعلا قال عن النسوة: إن كيدكن عظيم، في سياق الرجل مع زوجته مع امرأة العزيز مع عزيز يوسف عليه معاه السلام، إن كيدكن عظيم. عظيم. يقولون كيف وكيدهن؟ ما أتى إلا من طريق الشيطان، والشيطان يقول الله عز وجل عنه: إن كيد الشيطان الشيطان كان ضعيف. ضعيفا. إذن كيف؟ فيه تعارض من صحيح. حيث الظاهر، وإلا فالشرع ليس فيه تعارض، لأنه من لدن حكيم عليم، سبحانه. وإذا كان من لدن حكيم عليم لا يمكن يكون فيه تناقض. لو حصل فيه تعارض فالتعارض في أفهامنا، نحن عاجزون. لكن ما التوفيق بين المستعان. الآيتين؟ التوفيق بين الآيتين أن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء. لكن لماذا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ لأنه في مقابل الذين يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لما كان كيد الشيطان مقابل القوة التي من الله التي أمدها لأوليائه، أصبح كيد الشيطان ضعيف. ضعيفا. واضح؟ واضح جدا. نفع الله بعلمك شيخ زيد، وصلى الله أن يبارك فيك.